مرحبا بحضراتكم في الفقرة الحوارية الأولى. هنتكلم فيها زي ما نوهنا في بداية الحلقة عن بطولة الأوشن مان العالمية للسباحة في المياه المفتوحة زي ما حضراتكم عارفين، بتنظم تحت إشراف الإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، طبعا ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية مؤخرا. هنتكلم أكيد عن كل التفاصيل دي، بس خلينا نرحب بضيوفنا. واحنا عرفنا إن هم إخوات من الاسم لكن من الشبه ما فيش أي علاقة. معانا شريف محمد فتحي منسق عام بطولة أوشن مان للسباحة، ومحمود محمد فتحي مدير بطولة أوشن مان للسباحة. صباح الفل. صباح الفل عليكم. أهلا وسهلا، منورنا ومشرفنا. واضح إن البطولة بيتي بقى في الحالة دي ولا إيه؟ مش كده برضه؟ كده مع بعض عارفين سوا كده. نعملها في البيت ونطلعها. أنتوا نورتونا. أولاً بنهنيكوا على نجاح البطولة ومبدئياً فكرة حتى تنظيمها في مصر. قبل ما ندخل بقى معاكم في التفاصيل، تعالوا نتعرف أكتر عليكم وخلفيتكم إيه دراسياً ورياضياً. أوكي. أنا محمود فتحي، أنا مهندس ميكاترونكس، وباك جراوند بتاعتي في السباحة، كنت سباح مسافات قصيرة، كنت في منتخب مصر. أوكي. طول عمري بتمرن في نادي الجزيرة الرياضي، دخلت بطولات محلية وبطولات دولية، رحنا ألمانيا، برتغال، أسبانيا، بطولات كتيرة. جميل. يعني باك جراوند بتاعتنا سباحة للصميم يعني. وحضرتك نفس الكلام برضو؟ ولا أنا بالظبط. طول عمري سباح برضو، بس انا مختلف عنه، هو كان مينلي سبرينتر. انا كنت بعوم طول عمري لونج ديستنس، حاجات اللي هي الاوبن ووتر سويمنج، الحاجات اللي في البحر وكده. اوكي. وكان عندي من سنتين. يعني انت اقرب للمياه المفتوحه اللي بنتكلم عليها دي؟ انا كنت بعملها طول عمري بالظبط. وانا دراستي برضو درست هندسه، بس ماجستير في برضو في ميكاترونكس، وبس بعدين اتجهنا بقى لحته الرياضه خالص بقى لنا حبه يعني. كانوا بيذاكروا موت شكلهم في ثانوي. بيذاكروا موت. لا هو خدني قدوه، هو قال هيخش زي الحاجات الالكترونكس اللي قالوا عليها دي، شكلها بتاعت الناس كانت قاعده مقطوعه للمذاكره. يعني كنا شويه كده. طيب عايزين بقى نعرف مين اول فيكم صاحب فكره ان احنا ننقل البطوله لمصر؟ شريف. اوكي. انا احكي لك الموضوع عمل ازاي. مفيش، انا كنت مسافر بره مصر، كنت في اليونان، وعملت عومه زي اللي احنا عملناها بعد كده هنا اللي هي اوشن مان. والموضوع لذيذ قوي، لان انت مش مجرد بتبقى طالع تعمل بطوله وخلاص وماشي، لا، اتس ان اكسبيرينس، تجربه. فبتطلع ويك اند تعمل عومه لذيذه، بتقابل ناس مختلفه وكل الكلام ده، ومن جنسيات مختلفه طبعا. ومن هنا جات لي الفكره ان احنا نبدا نعمل الموضوع ده في مصر، وسبيشال يعني هنكون بنبروموت السياحه الرياضيه في مصر. طبعا. واحنا جدا. عندنا الجو طول السنه خطير يعني. انت طبعا. انت ممكن، احنا كنا لسه عاملين الايفنت في ديسمبر والناس نازله من غير وايت سوتس، المايه دافيه، كل الكلام ده. بس فمن هنا جت الفكره، رجعت اتكلمت انا ومحمود مع بعض، قعدنا نشوف نقدر نعملها ازاي، وبعدين اتكلمنا مع التوكيله واوشن مان ان احنا نجيبه مصر، وبعدين اتكلمنا مع وزاره الشباب والرياضه ان احنا يبقى عندنا الدعم منهم، وبالتنسيق مع الاتحاد المصري للسباحه. وطبعا من غير الدعم بتاعهم ما كناش نعرف نعمل الموضوع ده. ومن هنا بدانا بقى، قررنا ان احنا نجيب الموضوع مصر، وجبناه اول مره في افريكا في 2020. هو طبعا هايل ان انتوا عملتوا كده، بس هي مش الخطوه بشكل عام متاخره حبتين؟ احنا مصر برضو يعني عندنا بحرين وعندنا نهر النيل، ومن قديم الازل بتقام مسابقات حتى في نهر النيل، فليه الخطوه دي اصلا اتاخرت؟ ليه ما حدش فطن ليها من قبل كده؟ هي اوريدي احنا طول عمرنا احنا كنا ليدرز في الحته دي لحد ليت 90s واول الالفينات، وبعدين فتره نامت سنة الحته دي بس. فكان الهدف بالتنسيق مع كل الجهات ان تيرمز اوف الحته الوزاره، حته الاتحاد، احنا كمنظمين، ان احنا نبدا نرجع اسم مصر تاني على الخريطه في الحته دي. بس اتس نيفر تو ليت يعني. احنا اتس نيفر تو ليت، احنا فيها ان احنا ازاي ندي الاكسبيرينس كلها للسباحين اللي موجودين، ايا كان بروفيشنالز ولا اماترز، يعني ناس هواه في الرياضه او حابين ان هم يخشوا حته السباحه، ايا كان اعمارهم ايه، يعني اعمار صغيره، اطفال ولا كبار، ستينات، سبعينات، خمسينات، كل الاعمار، ان هم ازاي ياخدوا نفس الاكسبيرينس بتاعت بطوله دوليه زي دي يعني. ف جميل. اتس نوت تو ليت، بس اتس نوت تو ليت. واحنا ياما اتكلمنا في التوبيك ده تحديدا، السياحه الرياضيه، لان ده ملف مهم جدا، انه زي ما انت قلت شريف، مصر عندها كل حاجه، عندك المكان السياحي العظيم جدا مش موجود في حته ثانيه، عندك الجو طول السنه، عايز تشتي تعالى، عايز تصيف تعالى، عايز خريف تعالى، يعني كل حاجه موجوده وبجد مهيئه. فيمكن زمان ما كانش عندنا الثقه ان احنا نقدر ننظم بطولات. ليتلي انت شايف احنا بننظم بطولات، وفي ظل كمان الكوفيد وغيره، كانت اخرها بطوله اليد. فيعني لا، احنا الموضوع بيختلف تماما. بس لو اتكلمنا برضو بقى بتفاصيل اكتر، ازاي ممكن البطوله دي من خلالها بقى، انا هروح شويه لحته السياحه، اخدم فعلا السياحه، يعني انتوا مركزين برضو على النقطه دي؟
يس ده المين هدف بتاعنا بالنسبه لنا، ان احنا ازاي نبرينج اكبر عدد من السياح جوه مصر، ان احنا نخدم مش بس السباحه، نخدم البلد كلها. حلو قوي. ان لما بيجي السياح مصر، يعني اخر ايفنت جالنا 1300 سباح مصريين وجنسيات مختلفه، ازاي ان البحر الاحمر بيجي يزوروا ناس كتيره، بيشوفوا فعلا جمال البحر، جمال الجو، ان ديسمبر زي ما الشيف كان قال ان في بلاد كتيره مختلفه الجو فيها ساقعه تلج مطر، لكن جوه مصر كان الجو رائع يعني. فازاي ده بيرجع ينشط السياحه تاني جوه مصر من خلال الرياضه، وده حاجه جميله، ده اللي احنا التوجه اللي احنا عايزينه، ان احنا نوري جمال مصر للعالم كله. بالظبط. وانستلي كمان ان احنا حته بالذات ان دلوقتي احنا عندنا التشالنج بتاع الكوفيد وكده، فان احنا هنا قادرين ان احنا نعمل الحاجات دي امبارل مع الموضوع ده، بس طبعا ناخد التحذيرات بتاعتها وكل الكلام ده احنا يعني ما شاء الله بثبتات ديفرنت فيلدز في الرياضه، احنا كمصر ليدر في الحته دي قوي الفتره دي. عظيم. ماشي الفتره اللي فاتت. عظيم. انتوا عاملين مسافات مختلفه في سباقات مختلفه، ولا هي بتبقى مسافه واحده متحدده؟ لا، عندنا 5 سباقات مختلفين. اوكي. احنا بيبقى عندنا السباق الكبير 10 كيلو اللي هو اسمه اوشن مان، عندنا ال 5 كيلو اس ذا هاف اوشن مان، عندنا 1.5K دي اللي هي السبرنت ديستانس، وبعدين عندنا بيبقى تتابع انه بيعملوا تيمز 3 في 500 متر وللاطفال 500 متر. اوكي. حلو. واللذيذ كمان قوي انكلودد في الحكايه. يس. والحلو قوي كمان ان احنا بنجمع ما بين حاجتين، ان انت بتبقى عامل الايفنت للبروفيشنالز، وات ذا سيم تايم الناس الاماتورز اللي هم لسه بادئين يعوموا قريب، لان انت دلوقتي السباحه بدات تخش في حاجات مختلفه، ناس بتعمل بيها علاج طبيعي كفيزيو، بدا الاتجاه فيها ان يبقى جزء من السياحه العلاجيه كمان مثلا، نقدر نقول حاجه زي كده ولا لسه ممكن؟ بس انا مش قصدي قوي كده، انا قصدي ان الاوانس بالنسبه للسباحه كاهميتها مهم قوي، جزء بقى ريكفري، جزء انك الناس تعملوا فيزيوثيرابي، علاج طبيعي، كل الكلام ده. فبدات ناس تعوم وبدات تحب السباحه، فاحنا الايفنت بتاعنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايفنت هاي اند بيخدم البروفيشنالز، وات ذا سيم تايم الناس اللي لسه بدات تعوم قريب بيقدروا يبقوا موجودين في نفس الايفنت مع الناس البروفيشنالز. كان عندنا مثلا اللي كسب الاولمبيكس في 2016 في ال 10 كيلو جيست اوف اونر في الايفنت. فانت كانك مش كانك احنا وي سيرفنج حاجتين، البروفيشنالز، وبتدي نفس الاوبورتيونتي للاماتورز كمان لسه بادئين قريب، وده بيبقى هدفنا دايما يعني. والاقبال اصلا حلو. ما انا كنت بالظبط عارف الحلو في ايه في الموضوع، ان العالم كله بقى مستني امتى الايفنت بتاع اوشن مان في مصر، وانها بتنزل على الخريطه الدوليه كلها، ان مصر في المكان الفلاني في التاريخ الفلاني في السبق، فبيبداوا يحجزوا له من بدري ويتمرنوا له من بدري، فبتبقى حلوه ان دايما اسم مصر حوالين العالم في كل البلاد بيتكرر يعني، وبيعرفوا بقى الاماكن بالظبط فين في البحر الاحمر. طبعا. الحاجات دي كلها. طب والناس كانت يعني ردود افعالها ايه، الناس اللي شاركت او الناس حتى اللي حضرت واتفرجت وتابعت، يعني اتقال لكم ايه على دي النسخه الاولى من البطوله في مصر مش كده برضو؟ عملنا لا نسخه اولى في 2020، بس دي النسخه الاولى من بطوله العالم، يعني العالم كله. أوكي. كان بيكواليفاي بيتاهل لبطوله العالم انهم يشاركوا في مصر. اوكي. وات ذا سيم تايم عملنا حاجه تانية، ان الناس اللي كمان ما تاهلتش ليها فرصه انها تشارك از اوبن كاتيجوري، حاجه مش هم كده، بس بينزلوا في نفس الايفنت بس مختلفين. والناس شافوا ايه بقى مع نهايه فعالياتها؟ يعني الناس لقت ردود الافعال كانت عامله ازاي؟ الناس اتبسطت قوي اونستلي، وسبشلي الاجانب، اللي انت البحر الاحمر بتاعنا انت بتبقى عايم عندك الكورلز، عندك شعب مرجانيه، طبعا. عندك سمك، فانت العومه مش ممله، انت طبعا. مش مع نفسك وخلاص، بالعكس انت عندك سينري لذيذ، بتقابل ناس مختلفه. سربرايزنج الحمد لله يعني وير بليست، ان يوميها الجو كان شمس قوي، فالناس اصلا كانت حرانه، فانك يوم 2 او 3 ديسمبر في اي حته في العالم الجو نار ده بتبقى حرانه صحيح. فلا فكان فيدباك لذيذ قوي. لا والحاجه الثانيه اللذيذه ان انت عندك حاجه زي الايفنت اللي هو بتاع ال 10 كيلو، انت متخيل ماشي مسار 10 كيلو جوه الميه، فبتتفرج على كميه شعب تحت الميه، بتتفرج على كميه اسماك لذيذه طبعا. لا يعني بتوري فعلا، عارف اللي هو مش مثلا داخل 50 100 متر وطالع، لا انت عايم 10 كيلو 5 كيلو، فتبري يعني بتوري جمال البحر فعلا طبعا. فلا الحمد لله الناس اتبسطت قوي، وكانوا يعني بيجهزوا بقى ان شاء الله ل 2022 يعني للايفنت الجاي. حلو جدا. يس. طب الاماتورز اللي اتكلمت عنهم يا شريف، كان في سهوله ان الناس تيجي تشارك كاماتور؟ يعني هل الموضوع كان بيتكلم عن اوبن سي كمان، مش ثقافه بتاع احنا بنخاف شويه الناس تقول لك ايه ده، فيعني هل كان عادي كان سهل؟ يس. بالعكس، ده دلوقتي بقى ناس كتير قوي اللي بداوا رياضه من قريب بدات هي تشارك. وحته اللي انت بتتكلمي حته الخوف من البحر، احنا بنبقى بنعوم دايما بارل للشور، يعني مش بنعوم لجوه. اوكي. يعني انت بتخشي مثلا 100 متر او 50 70 متر
وبعدين تمشي موازي للشط فما بتبقاش دي يعني ماكسيم الدب بتاعتك 5 7 متر عشان السيفتي وكده طبعا بالظبط. وقد سيم طبعا احنا بنبقى مانينها يعني احنا كان بيبقى معانا مثلا في مراكب كتير قوي في المايه علشان كسيفتي ناس بيبقى معاها عوامات على وسطها فبيبقى لونها مختلف سواء بقى بينك او اورنج او بتاع فبيبقى باين بيبقى في معاهم زي تايمينج تشيب في رجليهم فبتبقى عارفه مكان الناس في يعني الموضوع بيبقى كمان تراك فالناس تبقى مطمنه من ناحيه السيفتي وده سيم تايم هم مش حته غريقه خالص فلا فبداوا يتعودوا يعني بداوا يكسروا الحته دي شويه وكان في اطفال فعلا زي ما قلت لنا يعني كان عندنا اطفال حلو ده يعني كان عندنا مين اصغر حد واكبر حد يعني الاعمار كانت ايه اللي شاركت اكبر حاجه كان 74 سنه حلو ما شاء الله وحد 72 سنه انت عام 10 تروح الجيم يا كريم ده انا بتفك منكم وانا قاعد كريم هينزل وشك والله بتفك منكم وانا قاعد طب والله ليه ما شاء الله خدوا امتر المره الجايه دلوقتي اعملوا حسابي معاك في الدوره الجايه وانا جاهز بالعوامه البطه بتاعتي وهشرفكم جامد لا بس كريم العوامه اللي شيف يقصدها غير العوامه البطه بس العوامه الثانيه دي عشان بتلوكيت الناس مش اكتر تخيل هتبوظ الاوبشن هشرفك جامد مش هتقام تاني في مصر كان انت مش مهم انت اعمل اللي انت عايزه هنسيب لك الطلعه الاولانيه دي امان مننا و74 وكان يعني مشارك وكان برضه سباح لا وعام 10 كيلو ترامب واصغر سن كان عندنا 10 سنين فده كان لذيذ بعمره 500 متر فانت بدات برده دخلت فيهم حته المنتاليتي بتاع الاوبن ووتر سويمنج والكلام ده واللذيذ كمان كان عندنا ثلاثه سوبر ادابتيف سويمرز وكان عندنا واحد بلايند سويمر من اليونان بيعوم بحد معاه في وسطه هو الثاني بيعوم بيفضل عايم بس معاه فكان في حاجات اكزامبلز كتير حاجات قوي بالنسبه لنا تشرف وتشجع الناس قوي انها تبقى طب والوزاره بقى اخبارها ايه بعد ما اكيد تابعت وشافت يعني كل فعاليات البطوله دي هل جالكوا اي ردود افعال من الوزاره هل في وعود بدعم اكبر مثلا في السنين الجايه هما الوزاره من الاول كانت صراحه دعمنا جدا وبيشجعوا الموضوع ده جدا ضمن فعاليات البحر الاحمر وفعلا يعني اتبسطوا من الفيدباك بتاع الناس لما شافوا ان كان موجود اجانب واتبسطوا والجزئيه دي فعلا يعني الحمد لله كانوا مبسوطين جدا وديفينتلي يعني لوكينج فورورد ان احنا يبقى في فعاليات اكتر في 2022 في كمان اماكن مختلفه غير البحر الاحمر نعمل زي ما انت قلت في الاول يا كريم ان احنا عندنا كذا بحر وعندنا نيل فنبدا نتنقل من اماكن مختلفه بحر احمر بحر ناحيه الساحل الحاجات دي كلها بالظبط ممكن واحده واحده نبدا نطلع ناحيه اسوان الحاجات دي كلها يعني ان شاء الله في بلان كده بقى يبقوا حققوا السياحه الرياضيه اللي انت بتحتاجها احنا عمالين ننادي عنها لا طب هل في بمناسبه السياحه الرياضيه هل في تنسيق برضو مع يعني ايه الوزارات المعنيه او الجهات اللي كانت معنيه هل بس وزاره الشباب والرياضه ولا كمان دخلت معانا السياحه يعني ايه الجهات اللي انتوا تعاملتوا معاها احنا مينلي كان التعامل مع وزاره الشباب والرياضه وسبيشال المره دي لما بدا يبقى في اجانب عدد كبير فديفينتلي بعد كده وود لاف ان احنا يبقى معانا اون بورد وزاره السياحه بالزبط. ان احنا تبقى معانا في الحته دي دافنت لان احنا نحتاج الدعم ده ليتر اون قدام يعني دي اول مره يبقى في العدد الكبير ده عندنا في السباقات ف يعني بعد كده هيبقى في احنا نحب ان يبقى معانا وزاره السياحه كمان طبعاً. ونبقى الايند معاها في الحته دي قوي حاجه معنيه تحتها وفي نفس الوقت بقى ممكن بعد كده يبقى في ليتس سي مثلا حاجه شغل ماركتنج يبقى في هاشتاج معين للبطوله دي ده اي حد بقى بيحضر بيعمل الهاشتاج فده بيساعد يعني السياحه اللي هي ان دايركت ماركتنج فبتهيالي دي تفيد جدا ف بالعكس لو عايزيني معاكم يا ريت تنوري طبعا بنعمل بيزنس كريم يا هو انت انا بالنسبه لي بعرف المكان فالعوامه البطه ومكاني معروف كده قفلنا اوشن مرغب ودي كانت نهايه البطوله في مصر لا هي نهايتنا احنا مش روح معايا لو نزل لك صورتين من دول صوره هنا صوره هنا بس البرنامج اتقفل لا لا طب انتوا بالمناسبه كنتوا عاملين يعني جوائز مثلا للمراكز الاولى كان في دعم مادي ما من كيان ما او جهه ما يعني الرعاه اخبارهم ايه؟ كان احنا فعلا كنا عاملين كده كده اي سباح بينزل يشارك كنا عاملين جزء نفسي اكتر ان اي حد بيشارك ايا كان طلعت من الاوائل او لا بياخد ميدالية فده بيحس اوف سنس اوف كده اتشيفمنت ان انا شاركت وتعبت مجهوده متقدر ده اول حاجه الجزء الثاني ان بيبقى فيه بقى اول ثاني ثالث طبعا على كل سبق واول ثاني ثالث بشكل عام اوفر اول على كل مرحله عمريه فكان كل السباحين بياخدوا مراكز ده جزء والجزء الثاني ان اللي طالعين اول ثاني ثالث عالم
أول تاني تالت عالم آسف، كانوا بياخدوا برضو جوائز مادية علشان نشجع الناس إنها يعني تشترك، وإن هم يحسوا إن هم مجهودهم متقدر فعلا ماديا ومعنويا، اللي هي الميداليات والتروفيز وكده. بس حتى لو ما كانش في رقم يعني، ولا كانت حتى دعم او يعني جوائز ماديه رمزيه، بتهيألي ليتر اون ممكن يبقى في سبونسرز. انت في الاول في الاخر لو رحت لاي بزنس مان مثلا او انتيتي معينه مصريه هتقول لها في الاول في الاخر ده حاجه لمصر، ف يعني فاهم. بس احنا المره دي كان معانا برضه سبونسرز في الـ في الايفنت، مش احنا الاولاد ان احنا نقول لا، بس يعني كان معانا كده كده رعاه رسميين للايفنت ومن غيرهم برضه ما كانش هيبقى في الدعم ده. بس زي ما بتقولي ان واحده واحده كل ما بيبان الامباكت بتاع الايفنت، فساعتها بعد كده تلاقي الانبوت بتاع الانتيتيز الثانيه انها تقدر تحط حاجات اكتر في الايفنت. ديفينتلي طبعا هتحصل واحده واحده ان شاء الله. ان شاء الله. جميل. طب انتوا برضو بما ان انتوا يعني كنتوا منظمين وقائمين على بطوله دوليه وقيمه يعني في مصر، شايفين بشكل عام ايه اهميه وايه دور البطولات الرياضيه المختلفه في دعم الملف السياحي عندنا في البلد؟ اوكي، قصدك كرياضات مختلفه مش سباحه بس، زي بطولات الاسكواش العالميه اللي اتعملت في مصر، بطوله العالم وكاس العالم للهاند بول اللي اقيم في مصر. النوع ده من البطولات شايفين يعني الى اي مدى ليه انعكاسات ايجابيه سياحيا على مصر؟ طبعا لا، انا شايف ان 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 انواع البطولات دي بشكل عام ليها دور مهم قوي على مصر والتنسيق جوانا تحت وده التنسيق ده هيحصل من خلال وزاره الشباب والرياضه، ان يتحط اجنده في خلال السنه ان كل شهر او كل وقت معين بيكون في بطوله معينه او فعاليه معينه، وده زي اللي بيحصل دلوقتي يعني، بس ان شاء الله يبقى في حاجات اكتر لوكينج فورورد، يعني ان بتبين اماكن مختلفه من مصر وبتبين اجزاء جميله من مصر، محافظات مختلفه بالزبط. فبالتالي هتاتراكت سياح اكتر، هتاتراكت رياضيين اكتر، زي ما انت قلت كريم، مثلا ناس من السكواش، ناس من السباحه، ناس من الباسكت و و و، فلا طبعا يعني دي حاجه تحفه يعني لمصر ولينا كلنا يعني. هل ممكن برضو تدعو يعني، هو اصلا في حاجه جايه في 2022 السنه دي، هي امتى؟ ان شاء الله. في طب خلينا نتكلم على تفصيل اكتر عشان عايزه بعد كده اسالكم حاجه خاصه بيها. اوكي. ايه بقى اللي جاي 2022؟ اوكي، احنا لسه بنحدد ميعاد البطوله بتاعتنا بتاعت اوشن مان. أوكي. هتبقى اخر السنه الجايه، بس لسه ما حددناش التاريخ نفسه. بس انتوا بتحبوا تعملوها في الشتاء علشان ناتراكت من كل حته في العالم. اوكي، يعني دي مقصوده ان انا ستارتنج من شهر 10 يعني، احنا مش عايزين نعملها ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا الصيف، لان حوالين العالم بيبقى الجو معقول. أوكي. بالعكس احنا عايزين نستفيد ان احنا نبقى تفكير مش سهل. بنحاول. مش بقول انت مذاكره جامد. بنحاول. لا بالعكس، اصل احنا صراحه بجد بحرنا خطير، المايه بتاعتنا. لا كلامك منطقي، يعني في الشتاء مصر بتزدهر سياحيا لان العالم كله بيبقى متلج وبييجوا عندنا ويشوفوا الجو بتاعنا متلج ومقفل وكل حاجه، وبييجوا هنا مش مصدقين يعني الناس انها كانت جايه تعوم من غير يبقوا لابسين وايت سوت، هما بالنسبه لهم دي مش حاجه، انهم ينزلوا البحر في ديسمبر ده مش طبعا. مش حاجه عقلانيه. بس اللي انتوا على فكره الموضوع ده يعني هو نفسه قماشته عريضه قوي، واخد بالك؟ فممكن يعني بعد شويه كده يبقى في تنويعات، صح كده؟ بمعنى ان اللي انتوا بتعملوه ده مثلا ممكن يبقى في شق منه معني بالتنافسات في النيل او سباحات في النيل، فده ياخدك على الاقصر واسوان في وسط طبيعه خلابه مع تغطيه بقى سوشيال ميديا. ده احنا لو اعتمدنا بس على الصور اللي هيصوروها البارتيسيبنتس نفسهم يعني هتعمل شغل حلو. فاهم ازاي؟ يعني في مساحه لتنويعات ثانيه ممكن تستجد في البطوله دي، ولا انتم مش شايفين كده؟ لا بالعكس. احنا طول عمرنا زمان كان في بطوله النيل الدوليه، فاحنا كانت موجوده زمان، فبالعكس زي ما انت بتقول دلوقتي نقدر نبدا ندخل حته تانية زي النيل، نبدا نطلع الاقصر واسوان. طبعا عندك بحر متوسط، بحر احمر، جو حلو طول السنه، ميه حلوه نظيفه، فبالعكس فلا ديفنتلي عندنا زي ما تقول حاجه يعني في حاجه كبيره نقدر نلعب فيها يعني. حلو جدا. بس فديفنتلي اللي جايه بقى 2022 ان شاء الله ايه اكيد رسم لها شكل شويه هيبقى مختلف افضل من النسخه اللي هي كانت اللي فاتت. هل ممكن مثلا تدعوا سباحين عالميين يجوا كبروموترز يعني فكرت في حاجات كده؟ ديفنتلي. احنا المره اللي فاتت كان عندنا كسب البطوله سوري اللي كسب الاولمبيكس في 2016 في ريو في ال 10 كيلو كان هو الجاست اوف اونر. اوكي. وجه وعمل ورك شوب في الاول للناس قبل السباقات بتاعتهم ازاي في يعوموا في الاوبن ووتر سويمنج والتيرنز والحاجات دي كلها، فكانت لذيذه قوي. فبس ديفنت عايزين نعمل كده بقى السنه الجايه اكتر، ونبدا نجيب ديفرنت فيجرز، نبدا نجيب حاجات الناس بتبص لها از رول مودلز، يبقى بنديهم ورك شوبس قبل الايفنت
فجزء منها يبقى فيه حاجه educational شويه وحاجات motivational وكده، and then بعد كده يبقى عندهم الاكسبيرينس بتاعت السباق. ممكن كمان تضيفوا على كده يعني الناس بقى اللي هو انتوا عندكم شق ترفيهي برضو في الحكايه مش بس تنافسي، واخد بالك ازاي؟ فممكن جدا تستعينوا. أيوة عايزين افكار بقى. أيوة. الى جانب خد الفكره اللي هي الى جانب السباحين العالميين اللي انت بتتكلم عليهم، انت ممكن تجيب بابليك فيجرز بشكل عام حتى لو مش هيشاركوا هم نفسهم. صح. ممكن تجيب انفلونسرز اللي تعرف بقى المستجدات فلوجرز وبلوجرز والحاجات دي كلها. الناس دي برضو ممكن تعمل معاكم شغل، وبعدين هياخدوا ماتيريال حلو، هيصوروا ماتيريال حلو، فيوهات حلوه، اكشن لطيف. يعني عايز اقول لك واحنا بنتكلم معاكم من شويه شفنا كده كذا شوت لطيف جدا، فكره بس الستارت بتاعت الناس وهم نازلين كلهم في المايه، يعني انت عندك صوره لطيفه ممكن تجيب الناس المحترفين فيها عشان ينقلوها للعالم كله من خلال فيديوهاتهم. صح ديفنتلي. يعني دي فكره حلوه بالظبط، ناخدها انتو كونسيدريشن. لا ده انا طلعت لا 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 وبيبقى طلعت بفهم. لا كريم فعلا بيبقى في انفلونسرز وبيبقى في فيجز كمان هم انتو سبورتس، فبالنسبه لهم ان هي وين وين، ان هو عايز يجي برده ويشارك وياخد اكسبيرينس لذيذه، فهو حابب الرياضه دي او حابب ان هو يبقى بارت من الكوميونتي الرياضي، وهو كده كده بابليك فيجر وانفلونسر. ف عندنا ابطال الاولمبيكس بتوعنا يعني وغيره فيعني بالظبط يعني جود لك والله بجد، يور دوينج ا جريت جوب، واحنا معاكم وان شاء الله نبقى نتقابل تاني وتبقى ايفنت كمان او يكون ايفنت احسن من اللي فات، ولو عايزين اي مساعدات احنا يعني نورتونا وشرفتونا وموفقين دايما يا رب، بنهنيكم مره ثانيه على نجاح النسخه دي من البطوله، وان شاء الله كلنا بنتطلع بقى للمزيد من النجاحات. شكرا لكم ثانك يو قوي على البرنامج اللذيذ الحلو والقعده الحلوه دي. الله يخليك. وعلى السبورت اللذيذ و مبسوطين ان احنا كنا معاكم فعلا. واحنا كمان والله. واحنا كمان. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده، خليكم معانا.